ترددت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم العاشر من صباح الخميس 29 من سبتمبر الجاري موعدا للاختبار التحريري للمتقدمين للحصول على رخصة وكيل لاعبين، وذلك بمقر الاتحاد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض. ويأتي هذا الإعلان عن هذا الموعد بعد أن قام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتحديده وفقا للمادة 8 من لائحة وكلاء اللاعبين المحلية والدولية. وتشمل مادة الاختبار العديد من الوثائق وأهمها النظام الأساسي للفيفا الذي تم تبنيه في اجتماع الكونغرس في زيورخ بالأول من يونيو لعام 2011 للميلاد، واللوائح الضابطة لتطبيق النظام الأساسي للفيفا، ولائحة الفيفا الخاصة بأوضاع وانتقال اللاعبين وغيرها من الأنظمة والقوانين. يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم لدرجة الشباب عند 6:30 من مساء غد لقاءه الودي الثاني أمام نظيره اليمني على أرض استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن المعسكر الإعدادي الحالي باستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، قبل اختتام المعسكر بعد غد الاثنين، وذلك استعدادا للمشاركة في الدورة العربية المدرسية التي تستضيفها السعودية خلال شهر ذي القعدة المقبل في الطائف ضمن إطار برنامج الإعداد لتصفيات كأس أمم آسيا المقبلة 2011 في بنغلاديش. وكان المنتخب السعودي قد كسب لقاءه الودي الثاني أمام منتخب البحرين 7 أهداف نظيفة. يكثف الجهاز الطبي بنادي الاتحاد محاولاته لتجهيز البرتغالي باولو جورج المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد إصابته التي تفاقمت عليه أثناء مشاركته مع فريقه أمام سيئول الكوري الجنوبي، حيث أخضع اللاعب لعدد من الفحوصات الطبية إلى جانب إجراء أشعة على موقع الإصابة، ينتظر أن تظهر نتيجتها خلال 24 ساعة في الوقت الذي تأكد فيه غياب اللاعب عن اللقاء المقبل أمام الاتفاق مساء الثلاثاء ضمن إطار الجولة 3 من منافسات دوري زين السعودي للمحترفين. اضطر الجهاز الطبي بنادي الفتح اليوم إلى نقل الأردني شادي أبو هشهش المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمستشفى بشكل عاجل، لم يستطع من شدتها أن يكمل الحصة التدريبية. وعلى الطرف الآخر من أندية الأحساء أنهت إدارة نادي هجر اليوم التوقيع مع يوسف الموينع كلاعب هاون على أن يتم تحويله في فترة التسجيل المقبلة إلى قائمة المحترفين، وذلك مقابل 600,000 ريال لمدة موسم واحد. نجح برنامج كورة في إيصال رسالة الشارع الرياضي السعودي وردود الفعل الغاضبة بسبب عنوان صحيفة الإمارات اليوم الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أمس للحديث عن موقعة الوحدة والعين، وحمل إساءة لياسر القحطاني المحترف في صفوف العين الإماراتي، حيث غيرت الصحيفة في ساعات الصباح الأولى عنوانها الذي أثار الشارع الرياضي أمس واكتفت بعنوان العين يخسر أمام الوحدة بهدفين دون الإشارة إلى الجزئية التي حملت الإساءة لياسر القحطاني. وعلى الرغم من تغيير العنوان إلا أن الشارع الرياضي السعودي لا يزال ينتظر اعتذارا رسميا من الصحيفة. دخلنا عن طريق الانترنت وطلبنا الموقع الرسمي لصحيفة الإمارات اليوم، وفي القسم الرياضي كاتبين عنوان بالخط العريض: كثير من الجماهير الهلالية منزعجة. كثير من الجماهير الهلالية منزعجة من العنوان، طلبت منا في برنامج كرة نتحدث عن هذا الموضوع، والعنوان العين يصاب بمرض الوحدة ويخسر 2-1 والقحطاني في الاستراحة. يعني هذا الحديث لما يردد من جمهور ما هو مقبول، ولكن جمهور ما تقدر تسيطر عليه، لكن أن يخرج في وسيلة إعلامية رسمية بهذا الشكل، أنا أعتقد الموضوع ما راح أقول لا يعني لا تعليق، لا الموضوع يستحق التعليق.